standing بلايت هاوس باند. أنا بشوف العبادة نمط حياة. بالنسبة لإلي ترنيم يلي هو جزء من العبادة هو أحلى طريقة وأكثر طريقة بقدر أعبر فيها لها. أنا اسمي كامين، كما شايفين بدأ على البيانو باللايت هاوس باند. العبادة هي مثل تقدمة، هي أعطاء قيمة لله. وأنا شخصياً لإلي يمكن كتير أوقات بفكر إنه ليش لازم أعبد الرب، وفكر بالأشياء، فكر من هو الرب بالنسبة لإلي. الرب مع كل عظمته وقوته ومع كل الخليقة اللي خلقها هو ميزني عن كل شيء تاني وحبني لدرجة انه تجسد على الارض كرمال يموت كرمالي حتى يخلصني من الخطية، وقام باليوم الثالث وانتصر على الخطية. وهذا العمل بحد ذاته بكفي لحتى اقدر اعبد الرب. في مقطع بالكتاب المقدس بيقول عن يسوع، يقول انه كل اللي قبلوه ليسوع اعطاهم سلطان انه يصيروا اولياء لله اللي هن المؤمنين باسمه. هذا المقطع انا كثير بحبه، بس الجمله اللي بتجي من بعد هذا المقطع اللي هي شيء كثير انا بحبه، اللي بيقول فيه اللي ما وده من مشيئه انسان ولا من مشيئه جسد ولا من دم، بس اللي وده من الله. وتفكر بهول العبارتين وهيك اجمعهم مع بعضهم، بحس كانه عم بيقول انه انا ابن الله المولود منه. عجد هذا شيء كافي بالنسبة لي لحتى أعبده، لحتى مجده، لحتى أشكره على النعمة اللي عملها بحياتي، على المحبة اللي أظهرها لألي. بشكره عليها وبصلي أني أكمل فيها وأنه دايماً أعطيه المجد بكل لحظة من حياتي. هاي انا وليد، انا برنم باللايت هاوس باند، ولست اني اتساءل على ساوند رايد هي المرنم الثاني. العبادة هي لقالها مثل ما عم بكون عم بتنفس بالهواء. إذا ما في تنفس ما في حياة، وإذا ما في عبادة أنا بالنسبة لقالها أنه ما أنا معنى حياته وأنه ميت. هاي أنا بول من باند لايت هاوس. هاي أنا جو، أنا قائد التسبيح بفريق لايت هاوس. عبدت كتير أشياء بحياتي من قبل، بس أول ما تعرفت على الرب قررت إنه كل شيء بحياتي يكون لإله، عشان هيك عبادته كتير بتعني لي، إن كان بشغلي أو بحياتي مع الناس أو بحياة لمحل انوجدت فيه، بترنيمي، بصلاتي، بشغلي، بتصرفاتي مع العالم وبحكي معهم. كل شيء بحبه إنه يكون مثل عبادة لإله، مثل كأنه أنا عم بقدم هذا الشيء لإله. نسيت لكم انه عبريكم بلاد التسبيح وعبادة، بس انه وين؟ انه وين قال؟ مين ستراس كيلوت مع مدينية؟ نسيت تقولوا له انه الساعة 8 السبت 27 الثالث.